لا بنروح لعاهد الدبعي، يعني يمكن لما نسمع انه في عندنا في الاردن كرنفال للزهور صح. ونحن مقبلين على فصل الربيع، قد ايه حلو انه نروح نزور هذا المكان الحلو بكل جمالياته. اليوم عاهد بده يحكي لنا عن تفاصيل هذا الكرنفال وعن الحضور الى هذا الكرنفال وامتى مواعيده بتكون مفتوحه وامتى بنقدر نروح عليه. صباح الخير كمان دور شاهد وهبة. هذا الكرنفال مدة أسبوع هون، يعني إذا بكرة ما قدروا ييجوا الناس ويشوفوا هذا المنظر الجميل ويشتروا أكياس الورود بجميع الألوان بيقدروا خلال الأسبوع القادم والجمعة القادمة والسبت القادم الحضور إلى هذا المكان وشراء الورود وتريح الحالة النفسية بعد ضغوطات طوال النهار في العمل. معنا قصة نجاح في هذا المشروع وردة الديات التي تعمل على تدوير مخلفات البيئة، وللحديث أكثر عن هذا الموضوع وردة تحدثينا عن مشروعك تدوير النفايات. احنا نشتغل بإعادة تدوير الكاوتشوك، يعني كونه مخلفات من البيئة، فحبينا أن نعيد تطويرها ونعملها على شكل مناظر وتتعلق على الفلل قدام البيبان، أو أنه تنعمل بمنظر أحلى من المنظر اللي هي فيه، ومنه أنه ننظف البيئة شوية. وردة، هذه المنتجات وين بتعملوها؟ هل في مصنع ولا في البيت بتشتغل؟ والله شغل يدوي بالبيت عنا احنا والعائلة، يعني مش انه في مشروع كبير، يعني قد الحال. طيب بتاخذ وقت كبير منكم؟ هل في معوقات بتعوقكم عن العمل في هذا الكاوتشوك كونه قاسي يعني؟ والله لانه هسا احنا حاليا شغل يدوي، بس انه لو في معدات انه تكون للاسهل واسرع، يعني بدها وقت كونه الكاوتشوك ثقيل وبده قلب، يعني بمعدات انه لازم الواحد يستخدمها اكثر. يعني شو مطالبك يا وردة من خلال هذا الكرنفال وعرض منتجاتكم في هذا الكرنفال؟ شو مطالبك انت؟ شو بدك دعم لهذا المشروع اللي هو صغير اكيد راح يحارب الفقر والبطاله ويجيب لكم دخل ويدر عليكم فلوس؟ يا ريت والله انه نطوره للافضل وللاحسن، ولأنه القص والقلب بده آليات اللي إنه الواحد يقدر يمشي فيها أسهل وأسرع. يعني بعد ما خلصنا مع وردة زي ما أنتم شايفين بدنا ننتقل إلى مكان آخر داخل الكرنفال، ومعنا محمد العجوري صاحب معرض. صباح الخير محمد. خير حبيبي، كيف حالك؟ تحكي لنا عن منتجات اللي بتنتجوها أنتم والمصنع اللي بتشتغلوا عليه. طبعا احنا الحرفة يدوية، نعم، من ازل الزمان شغل يدوي. احنا عندنا معمل فخار وعندنا معرض في شارع عماد وكوية حطين. الشغل هذا انا طلعت على مصر، تعلمت الشغل اللي هو الرسم والحفر على الفخار، كانت شغلة بدائية، فاحنا حاولنا نطور الشغل على الفخار. نعم. فكانت ان شاء الله النتيجه افضل مع الكرنفال ونشاط الكرنفال، فاحنا حابين نعرض منتجاتنا مثل الخزفيات والفخار المرسوم والاشكال اللي هي تتطلب انه نغير الوجهه، يعني نجدد سوق جديد اللي هي بالفخار. وعملنا احنا زي عنا رسمات على الفخار تقريبا، فحاولنا انه نجدد السوق هذا بالانتاجات الجديده والمشاريع الجديده ان شاء الله. طيب هذا المنتجات هاي مش الفخار التقليدي اللي بنعرفه، هلا انتم ادخلتوا عليها الدهانات والدهان الحراري وتعلمتوا في مصر، تحكي لنا اكثر، هل بكلف كثير؟ هل بتبيعوا المنتجات باشياء رخيصه؟ والله التكلفه هنا يعني تكون عاليه شوي بالنسبه للكهرباء، بالنسبه للمواد فيها غلاء شويا، فبتكون هي القطعه نفسها انه سعرها شوي مرتفع لانه مكلف. نعم. نشكر أخونا محمد العجوري. وين ما تجولت في هذا المهرجان في هذا الكرنفال بتحس أنه في روح عم تنبث للإنسان من خلال هاي الورود، من خلال ما يشاهد المنتجات كلها. من الكرنفال بندعو جميع المشاهدين، جميع متابعي مؤسسة، جميع متابعي التلفزيون الأردني بأن يأتوا إلى هذا المعرض. الأجواء دافية اليوم وجميلة جدا، بيستقبلكم الكرنفال الزهور الثالث
مدة أسبوع لعرض المنتجات. يوجد منتجات حائطية من خلال الخيش والورود بجميع ألوانه، ممكن تعليقها في البيوت على البلكين، وممكن استغلال جميع هذه المنتجات من أشتال من شجر، وهذه المنتجات جميلة جدا. وإلك شهد وهبة. شكرا لك عاهد من هذا الكرنفال الأكثر من رائع، ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين إلى استديوهاتنا في يوم جديد.